بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأنا في شابتر 14 واخدنا فيه two sections. التو sections بتحدثوا عن functions of several variables. أخذنا كيف بدنا نجيب الدومين والرينج لهذه الفانكشنز، وتعرفنا كذلك على الليفل كيرز والليفل سيرفيسز للمنحنيات أو السطوح لمين في الفراغ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إيجاد الليمت والكونتينيوتي للدالة أوف سيفرال فاريبلز. الآن في سكشن 14-3 بدنا نيجي للدريفاتيفز أوف فانكشنز أوف سيفرال فاريبلز. بدنا نبدأ بمتغيرين، بعدين نروح لثلاث متغيرات أو أكثر مشان نتدرج في فهم الموضوع. فعندي partial derivatives يعني المشتقات الجزئية. في مشتقة كلية وفي مشتقة جزئية، الإجابة نعم. متى تكون المشتقة الكلية ومتى تكون المشتقة الجزئية؟ بتكون المشتقة الكلية إذا عندي function في one variable، يبقى بقول هذا اسمه اشتقاق كلي total differentiation. يبقى بقول دي واي على دي اكس يساوي اف برايم اوف اكس، عندي بتبقى الداله واي في متغير واحد. اما اذا كان الداله في متغيرين او ثلاثه او اربعه، ففي هذه الحاله الاشتقاق بده يكون اشتقاق جزئي اللي هو موضوعنا اليوم. فباجي بقول دي partial derivative المشتقه الجزئيه للداله اف اوف اكس واي بالنسبة للمتغير x عند النقطة x node و y node as، حديها الرمز f وحط تحتها اللي هو الindex x اللي هو الدليل x. يعني ايش معناها؟ معناها المشتقة بالنسبة ل x، وبكتبها على الصورة partial f على partial x. هذيك كمان بقيت اكتب دي عادية، هذه دي بس مقلوبة شوية بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى وتقرأ partial f على partial x ويفهم منها أننا نريد أن نشتق الدالة بالنسبة إلى x. طب إذا جينا بدنا نشتق ل x، ما أخبار ال y؟ يبقى ال y بنعتبرها مقدارا ثابتا، تمام؟ اطلع الكلام اللي أنا بقوله، هي حطيناه على التعريف. فهذه الليمت بقول هي الليمت لما ال h بدها تروح للزيرو للاف اوف اكس نود زائد اتش وواي نود، يبقى ثبتنا الواي نود وعملنا تغيير في مين؟ في الاكس اللي عندنا، ناقص اف اوف اكس نود وواي نود على اتش. هل شكل التعريف اختلف في مضمونه عن التعريف تبع الفانكشن اوف وان فاريبل؟ مش هو نفس التعريف للدريفيتيف العادي؟ طيب هذا لو كان الاشتقاق بالنسبه لاكس، طب لو كان الاشتقاق بالنسبه لواي؟ يبقى نفس المفهوم، بدي اقول اف واي او بارشل اف على بارشل واي عند النقطة اكس نود وواي نود هو ليميت. بثبت الاكس نود كأنه مقدار ثابت، وبروح باخذ التغيير بيحصل في مين؟ في الواي، فبقول واي نود زائد الاتش ناقص اف اوف اكس نود وواي نود على مين؟ على اتش، بشرط انه الليميت في كلتا الحالتين اكزيست. يعني الدريفاتيف هذا بيحصل اذا كان عندي اذا كان الليمت هذه مالها اكزيست. طيب نروح نحط هذا على ارض الواقع. فباجي بقول اف الدبليو مثلا تساوي اف اوف اكس وواي وزد، يبقى باجي بقول تو فاين لإيجاد نمرة واحد partial f على partial x we consider إنه y and z are constants، يبقى هذول بنعتبرهم ثوابت. طيب نمرة اثنين، لو بدي partial f على partial y، يبقى هنا باجي بقول بنروح نعتبر انه ال x and z are constants. طب نمرة ثلاثة، لو بدنا partial f على partial z we consider، بنروح نعتبر انه ال x and ال y are
كونستانتس وهكذا. يبقى من الآن فصاعدنا بنات، لو كانت الدالة في متغيرين وبدي مشتقة بالنسبة لأحد المتغيرات، فبعتبر المتغير الثاني ماله ثابت عند الاشتقاق. إذا والله الدالة في ثلاثة متغيرات بدي أشتق بالنسبة لأحدهم، يبقى بعتبر الاثنين الآخرين مقادير ثابتة، يعني مشتقة كل واحد فيهم قد إيش؟ بصفر، بزيرو، يعني بعتبره مقدار ثابت وهكذا. نعطي أمثلة توضيحية على ذلك. إكزامبل، المثال الأول، find fx and fy for the following functions. نمرة A، بدنا ال f of x و y يساوي y في tan x تربيع y تكعيب. نمرة B، f of x و y بدها تساوي e cos x y في sin تكعيب x تربيع زائد y تربيع زائد تلت اكس واي. نمرة سي، اف اوف اكس واي بده يساوي انتجريشن من اكس سكوير بلس 1 لواي تكعيب لساين اي تي مضروبة في لين اكس تربيع تي تربيع ناقص 1 بالنسبة الى دي. مرة ثانية، المعلومة النظرية اللي أخذناها بالنسبة لمشتقة الدالة بالنسبة لأحد المتغيرات نعطي أمثلة توضيحية عليها. المثال بيقول لي هات لي المشتقة الدالة بالنسبة لإكس وكذلك مشتقة الدالة بالنسبة لواي لكل من الدوال التالية. نمرة A، F of X Y يساوي Y في تان X تربيع Y تكعيب. نمرة 2، F of X Y يساوي E cos X Y sin تكعيب X تربيع زائد Y تربيع زائد تلت X Y. نمرة 3، F of X Y يساوي integration من X تربيع زائد 1 ل Y تكعيب ل sin T ln T تربيع ناقص 1 دي تي. بدنا نبدأ بالنقطة الأولى. يبقى هي عندنا نمرة A، بدي أجيب مشتقتها بالنسبة إلى X، يبقى بدي أجي إلى FX، يعني مشتقة الـ F بالنسبة إلى X. وين الـ F هيها؟ يبقى الـ Y إيش يعتبر يا بنات؟ مقدار ثابت. بقول له يا Y خليك زي ما أنت مالكش دعوة، وتفاضل التان قديش؟ بسك سكوير الزاوية، الزاوية اليمين X تربيع واي تكعيب طبقا لتشين رول مضروب في مشتقة الزاوية بالنسبة لإكس. يبقى واي تكعيب مقدارا ثابتا ملوش دعوة، مشتقة الإكس تربيع باثنين إكس والواي تكعيب تبقى كما هي. واضحة الآن هذه؟ طيب نجيب اف واي تساوي اللي هو تفاضل الاف بالنسبة إلى واي، partial f by partial y. أيوة هذه واي وهذه واي، يبقى هذه مشتقة إيش؟ حاصل ضرب دالتين. نرجع لكالكولاس A أو للثانوية، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. يبقى الأولى في مشتقة الثانية تفاضل التان بسك تربيع إكس تربيع واي تكعيب في مشتقة الزاوية لثلاثة واي تربيع والإكس تربيع مقدارا ثابتا، يبقى في ثلاثة إكس تربيع واي تربيع. هذه الأولى في مشتقة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى. مشتقة الأولى بقديش؟ بواحد صحيح، يبقى زائد تان إكس تربيع واي تكعيب.
نمرة مين برضو بنفس الطريقة، هذه تعتبر فانكشن وتحتوي على الاكس والواي، وهذه فانكشن وتحتوي على الاكس والواي، يبقى على كلا الامرين سواء كان بدنا اف اكس او اف واي فهي حاصل مشتقة حاصل ضرب دالتين. باجي للدالة الاولى اللي هي الاف اكس واي يساوي، مشتقة الاولى بقداش يا بنات؟ الاكس بونينشل زي ما هي ضرب مشتقة الاس بالنسبة لاكس اللي هو بقداش؟ قداش مشتقة الاس بالنسبة الى اكس يعني واي ثابت يقداش؟ واي. تمام، في مين؟ هاي مشتقة الاولى في الثانية في ساين تكعيب اكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي زائد الدالة الأولى زي ما هي يوس اكس واي في تفاضل الدالة الثانية، يبقى تفاضل الثانية ثلاثة ساين تربيع في مين؟ في الاكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي، في تفاضل الساين اللي هو مين؟ بكوساين، يبقى كوساين نفس الزاوية اكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي. خلصنا؟ لا ما خلصناش، لسه بدك تضرب في تفاضل الزاوية بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ لاكس. يبقى هذا بده يضرب يا بنات في مين؟ في تفاضل الزاوية اللي هو 2 اكس فقط زائد ثلث واي. شكلها يبقى اشتقناها اشتقاقا كاملا. طبعا ممكن يكون عندي اختصار انه الثلاثة هذه لو دخلتها بصير 6 اكس وهنا زائد واي، تفرقش مش كثير. طيب هذا الاف اكس بدنا نروح نجيب الاف واي ويساوي، يبقى بنشتق الدالة بالنسبة لواي، يبقى الاكسبوننشال زي ما هو تفاضل الاس بالنسبه الى واي اللي هو قديش؟ باكس. في مين؟ في ساين تكعيب اكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي، يبقى هي مشتقة الاولى في الثانيه زائد الاولى كما هي في مشتقة الثانيه، ساين تكعيب اللي هي 3 ساين تربيع الزاوية اكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي، في تفاضل الساين اللي هو كوساين اكس تربيع زائد واي تربيع زائد ثلث اكس واي ضرب مشتقة الزاوية بالنسبة لواي اللي هي 2 واي زائد ثلث اكس. هيك اشتقناها اشتقاقا كاملا. طيب نيجي لمين؟ لنمرة سي. نمرة سي بده مشتقة هذه وهذه عندي تكامل، إذا نروح نكامل الدالة وبعدين بنشتق كويس؟ لا بروح مع مشتقة التكامل. أيوه تروح تكامل، يجيب لك مسألة تقدريش تكامليها زي المسألة اللي قدامنا هذه، صعب تكاملها very difficult. يبقى المقصود مش تروح تكامل، يعني بدك تشتق اشتقاق. اخذنا على ذلك اللي هي مين في كالكولاس، شو اسمها النظريه؟ فاندمنتال ثيوريم اوف كالكولاس. يبقى انا بدي اروح اطبق الفاندمنتال ثيوريم اوف كالكولاس مع مراعاه مين الثابت ومين المتغير. يبقى انا بدي اف اكس بدي اشتق هذه بالنسبه لاكس، يبقى الواي ايش تعتبر؟ اذا هذا يعتبر مقدارا ثابتا، يبقى هذا بدي اقول اللي فوق بزيرو ناقص، يبقى هي الزيرو ناقص. ناقص مين؟ بدي اشيل كل تي واحط مكانها اكس تربيع زائد واحد،
إذا هذا إيش بصير؟ ساين إكس تربيع زائد واحد في لين. بدي أشيل وين راحت هي؟ بدي أشيل التي وأحط مكانها إكس تربيع زائد واحد الكل تربيع ناقص واحد. ضرب مشتقة مين؟ الدلل هو قديش؟ باثنين إكس. تمام؟ طيب الآن هذا الاشتقاق بالنسبة لمين؟ لإكس. طبعا يمكن اختصار وافك هذا وقت مش مشكلة، المهم نعرف كيف نطبق النظرية. طب لو بدي اف واي يا بنات هتكون اكس ثابت هيصير واحد، يبقى هذا يعتبر كله كأنه مقدار ثاني. يبقى ايش باجي بقول؟ بشيل كل تي وبحط مكانها واي. يبقى ايش بصير؟ ساين واي تكعيب. تمام، يبقى شلت التي وحطيت مكانها الواي تكعيب، لين واي تكعيب الكل تربيع ناقص واحد في مشتقة الواي بثلاثة واي تربيع. طيب يا بنات لو كانت هذه دالة في اكس وهذه دالة في اكس وطلبت المشتقة بالنسبة لواي زيرو، ممتاز جدا. يبقى لو كانت الدالة اللي فوق بدلالة اكس والدالة اللي تحت الاندكس تبع التكامل بدلالة اكس وطلبت المشتقة بالنسبة الى واي، اذا اوتوماتيك المشتقة تساوي قديش؟ زيرو. وبالمثل لو كانت الدالة اثنين متغيرين في واي وطلبت المشتقة بالنسبة لاكس الناتج يساوي زيرو. تمام التمام. طيب بعد ما انتهينا من هذا المثال بنروح ناخذ كمان مثال اخر، مثال اثنين. بيقول لي فايند اوجد الاف اكس الاف اكس والاف واي اند الاف زد فور ذا following functions. نمرة ايه؟ بقول لك f of x و y و z تساوي x في e اس y زائد y في e اس z زائد z في e اس x. نمرة ب f of x و y و z يساوي tan inverse لمين؟ للx y زائد y z. الفرق بين المثال رقم اثنين والمثال رقم واحد، المثال رقم واحد كان function في two variables بس هذا function في three variables. طلب المشتقة بالنسبة لx والمشتقة بالنسبة لy والمشتقة بالنسبة لz. إذا بدنا نعمل السؤال بنفس الطريقة اللي عملنا فيها السؤال السابق. بدالي لنمرة A بدي ال fx y يساوي ها الواي والزد ثوابت واكس هو المتغير، يبقى الاي اس واي كله مقدار ثابت. تفضل اكس بقدر بواحد يبقى اي اس واي هذا كله زيرو. هذا زد ثابت ومشتقة الاي اس اكس بالاي اس اكس اتسلف. تمام التمام. طب هذا الاف اوف اكس بدي الاف واي يساوي ها اكس اي واي الاكس ثابت مالكش دعوه اي واي ومشتقه الاي واي بالاي واي اتسلف زائد مشتقه الواي بواحد بضل اي اس زد هذه فيش فيها واي يبقى مشتقتها بزيرو.
مش عقديكو بس بدنا اف زد يساوي الاولى فيش فيها زد يبقى مشتقتها بصفر. هذه الواي كما هي مشتقة الاي والزد بالاي والزد اتسل مشتقة الزد بواحد بضل عندنا مين اي اوس اكس. طيب يبقى جبنا المشتقات الثلاثة للنقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي نمرة بي بدنا نجيب لها اف اكس يساوي. حدا فيكم الذاكرة قديش مشتق التان انفرس اكس؟ ممتاز، واحد على واحد زائد اكس. بمكان الاكس اجتني الزاوية اللي هي اكس واي زائد واي زد، اذا هذه بدها تصير واحد على مين؟ على واحد زائد اكس واي زائد واي زد الكل تربيع في مشتقتها بالنسبة الى اكس اللي هو قديش يا بنات؟ قديش؟ في غير هيك؟ لا لا، يبقى في واي فقط لا غير. طيب بدنا اف واي واحد زائد واحد على واحد يبقى اف واي اذا تساوي واحد على واحد زائد واحد على نفس المقدار اكس واي زائد واي زائد الكل تربيع. واحد زائد لو اكس واي زائد واي زائد الكل تربيع في مشتقة الزاوية بالنسبة الى واي. قديش بضل هنا؟ اكس، وهنا بضل قديش؟ زد. بالمثل بدي اروح اجيب اللي هو الاف زد. الاف زد يساوي واحد على واحد زائد اللي هو الاكس واي زائد واي زد الكل تربيع مين؟ في مشتقة هذه بالنسبة لزد اللي هو واي فقط لا غير. واي طب طلعي لي له نمرة بي لو اف اكس واف زد يختلفوا عن بعض؟ اذا كان بامكاني اصيغ السؤال صيغة اخرى واقول لك شو ذات انه بارشل اف باي بارشل اكس ايكوال بارشل اف باي بارشل زد، تمام؟ وبالتالي تستغربوا لا بجيب هذه المشتقة واجيب هذه المشتقة اذا طلعوا اثنين بيساووا بعض بصير كلامي ماله كلام صحيح. طيب احنا في الاشتقاق في كالكولوس اخذنا اشتقاق عادي زي ما بنشتق واخذنا اشتقاقا ضمنيا، تمام؟ اللي هو الامبليسيت ديفرنشيشن. خلينا ناخذ سؤال على الامبليسيت ونشوف كيف كمان بدنا نحله. يبقى اكزامبل ثلاثة اللي هو امبليسيت ديفرنشيشن، يبقى اشتقاق ضمني. فايند وجدونا اللي هو بارشال زد على بارشال اكس اند بارشال زد على بارشال واي فور ذا فانكشن للدالة اكس تربيع زائد واي تربيع في زد بده يساوي واي تان اكس واي زد اكس واي زد. سؤال مرة ثانية قال لي هات لي partial z by partial x and partial z by partial y for the function x تربيع زائد y تربيع z يساوي y tan xy z. سؤال
طلب تفاضل زد بالنسبة لإكس وتفاضل زد بالنسبة لميم واي. إذا كان هناك متغيرات مستقلة ومتغيرات تبع independent variable وdependent variable، يعني مين بده يكون دالة في مين. السؤال هو هل الإكس دالة في واي وزد، ولا الواي دالة في إكس وزد، والله زد دالة في إكس وواي؟ زد دالة في إكس وواي، لأنه طلب تفاضل الزد بالنسبة لإكس وتفاضل الزد بالنسبة لميم للواي. يبقى هنا بنروح نعتبر إنه زد is a function of X وواي. يبقى باجي بقول هنا ليش إنه هاي المطلوب عندنا. يبقى we consider، بنروح نعتبر إنه زد is a function of X and الواي. طب هذا يترتب عليه أمر مهم جدا عند الاشتقاق. لو بشتق X بالنسبة لواي قديش بيكون؟ زيرو. بشتق واي بالنسبة لإكس زيرو، لكن الباقي لا، لأنه زد فانكشن فيك، يعني الإكس والواي هي المتغيرات المستقلة وزد هو المتغير التابع، يعني زد فانكشن في كل من إكس وواي. حطي هذه المعلومة very important عند التطبيق، ديري بالك. اثنين، أنا مش قادر أحط زد في شقة والباقي في شقة تانية، يعني لا يمكن فصل المتغيرات بحيث أخلي زد في جهة والباقي في جهة، بقدرش. تمام. إذا هذا الاشتقاق اسمه اشتقاقا ضمنيا. تمام. يبقى بدي أرجع بذاكرتي إلى الوراء لكالكولوس إلى الاشتقاق الضمني وأحطه في بالي. بدي أفاضل كل شيء في موقعه مع مراعاة قواعد التفاضل التي سبقت دراستها في كالكولوس. فمثلا أنا بدي أفاضل الآن بالنسبة لمين؟ لا إكس، لأن بدي partial زد by partial إكس. يبقى كل من واي بيكون ثابت في هذه الحالة. وين مقابل واي حتكون ثابت؟ تفضل إكس تربيع بقداش يا بنات؟ 2 إكس. الواي تربيع مالكش دعوة، مقدار ثابت. تفاضل الزد اللي إحنا بدنا إياه، تفاضل الزد بالنسبة لإكس. يبقى هي الشقة الشمال، واضحة الشقة الشمال؟ نجي للشقة اليمين. الواي مقدار ثابت لأنه بفضل بالنسبة لإكس، وتفاضل التان بسك تربيع إكس واي زد في مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية ها قديش مشتقة هذه بالنسبة لإكس؟ بواي زد. تمام. زائد هذه كأنها دالة وهذه دالة تانية، فباجي بقول مشتقة هذه بواحد وواي زد كما هي زائد. الدالة الأولى زي ما هي، الواي مقدار ثابت، الزد لبارشال زد باي بارشال إكس. وضحت؟ مرة ثانية بدي أقولها، هذا الاشتقاق عملت اسمه اشتقاق ضمني. تمام. يبقى بدي أفاضل كل شيء في موقعه مع مراعاة قواعد التفاضل المختلفة. أنا بفاضل بالنسبة لإكس أولاً لأن بدي partial زد باي partial إكس. يبقى باجي بقول له تفاضل إكس تربيع باثنين إكس، هذا كله الواي تربيع يعتبر مقدار ثابت، تفاضل الزد اللي هو partial زد باي partial إكس. نيجي الواي مقدار ثابت ملوش دعوة، تفاضل التان بسك تربيع ضرب مشتقة الزاوية. بدي أعتبر هذه دالة وهذه دالة تانية. يبقى مشتقة الأولى بواحد في واي زد، هاي الواي زد، زائد الأولى زي ما هي لإكس، مشتقة الثانية مشتقة الواي زد، واي مقدار ثابت، مشتقة الزد اللي هو بارشال زد باي بارشال إكس. عاد بعد هيك فكي وطلعي لي بارشال زد باي بارشال إكس على شقة وسأعملي لي هيك وروح وخليها. باقي الشغل بعدك الشغل الروتيني، يعني هذا في هذا بده فك القوس هذا واجيب البارشال زد على بارشال عند بعض واخذ عامل مشترك وانقل هذا على الشقه الثانيه واقسم. شغل روتيني لا قيمه له، وان غلطت فيه بنحاسبك. يبقى لا، بس فاضلي من الاول للاخر في الامبلسيت ديفرنشيشن، هذا فاضلي من الاول للاخر صح وروح وخليه. تمام.
مش هنضيع وقت واحنا نقعد نحسب فيه، لان احنا اشتقنا اشتقاقا صحيحا. هذا اللي هو الاشتقاق بالنسبه الى اكس، بحتاج ياخذ الاشتقاق بالنسبه لمين؟ لواي. بقول لك كويس، قديش مشتقة الاكس تربيع؟ زيرو. تمام، مشتقة هذه 2 واي زد، خلصت؟ لا لسه الواي متغير والزد متغير، يبقى 2 واي في زد زائد واي تربيع بارشل زد باي بارشل واي. شفت كيف فرقت عن بعض عن اللي فوق؟ طيب هذا الكلام بده يساوي بدنا نشتق الدالة هذه بالنسبة لمين؟ لواي. يبقى مشتقة الأولى واحد بظل تان إكس واي زد زائد واي في تفاضل التان بسك تربيع الزاوية ضرب مشتقة الزاوية بالنسبة لمين؟ بالنسبة إلى واي. يبقى الإكس إيش يعتبر يا بنات؟ مقدار ثابت. ومشتقة الواي زد بالنسبة لواي بزد، لأنه مشتقة الواي بواحد، يبقى إكس في زد زائد إكس واي ثوابت، وعندك زد بارشل زد باي بارشل واي. مرة ثانية بقول المشتقة الأخيرة، لأنه هو اللي ممكن تلخبط فيها. طلعي لي كويس، هاي دالة وهذه كلها تعتبر دالة ثانية. يبقى مشتقة الأولى بواحد في تان هاي زائد الدالة الأولى اللي واي مشتقة التان بسك تربيع في مشتقة الزاوية. الإكس والواي ثوابت، لكن احنا بنشتق لواي، يبقى إكس فقط هو ثابت والواي زد هو المتغير. يبقى باجي بقول له يبقى الأولى إكس في زد لأنه مشتقة الواي بواحد، بعدها إكس في واي مشتقة الزد لو بارشل زد باي بارشل واي. هيك اشتقينا اشتقاقا كاملا ومحدش له اعتراض عندنا. تمام؟ طيب على اي حال بدنا نيجي هذا بالنسبه لمين؟ للمشتقه الاولى. بدي اسال سؤال الان، احنا في كالكولوس اي بقينا ناخذ المشتقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والمشتقه النونيه، مظبوط؟ هل يوجد عندنا في البارشل ديريفاتيفز مشتقات أولى وثانية وثالثة ورابعة ونونية؟ الإجابة نعم. كيف؟ كالتالي. يبقى بداجي لحاجة اسمها سيكاند، سيكاند أند هاير أوردر بارشل دريفيتيف، يعني المشتقة الثانية أو الأعلى، المشتقة الثالثة الرابعة إلى آخره. فمثلا لو جيت قلت لك بارشال سكوير مثلا اف باي بارشال اكس سكوير، يبقى هذه تعتبر مشتقة مين؟ ثانية. يعني بدي اشتق مرتين بالنسبة لمين؟ بالنسبة إلى X، أو معناها partial by partial X ل partial F by partial X. الشكل هذا يعني بدي أشتق بالنسبة ل F أولا بالنسبة ل X، واللي ينتج بدي أشتقه كمان مرة، ومن جهة الرموز مكتوبة F X X. Similarly بنفس الطريقة F Y Y يعني partial square F by partial Y square، يعني partial على partial Y ل partial F by partial Y. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب لو عندي partial X partial Y مش كله زي بعضه مختلفين، يعني عندي بارشل سكوير اف على بارشل اكس بارشل واي. ايش معناها هذه؟ معناها انه بارشل على بارشل اكس
لبارشل اف باي بارشل واي. يعني ايش معناها يا بنات؟ بدي اشتق اولا بالنسبه لواي ولا بالنسبه لاكس؟ لواي اولا ثم لاكس. يعني هذه كانها ايش؟ كانها بارشل على بارشل اكس للاف واي. تمام؟ يعني الشق لواي اولا ثم بالنسبه لاكس، او ان شئتم فقولوا اف واي اكس. طيب لو جيت قلت لك بارشل سكوير اف باي بارشل واي بارشل اكس، ايش بيقولي لي؟ بارشل باي بارشل واي لمين؟ لبارشل اف باي بارشل اكس. يبقى بارشل باي بارشل واي للاف اكس، يبقى الاف اكس واي. قبل ما اكمل جاي في بالي سؤال، هل الاف اكس واي هي نفس الاف واي اكس؟ زي بعض؟ لا ليس بالضروره، ممكن يحصل تمام، لكن ان جنرال لا. طب ممكن؟ بقول ممكن. وقت ايش؟ هذا ما سنعرفه في نهايه هذا السكشن بنظريه. اذا الداله داله متصله ومشتقاتها دوال متصله بالنسبه لاكس وكذلك بالنسبه الى واي، وهذه كلها معرفه، بيحصل التساوي اللي احنا بنسال عليه. طيب افترض يا بنات عندك رقم 3 بارشل تكعيب اف على بارشل واي بارشل اكس تربيع مثلا، يبقى بقدر اقول هذه عباره عن ايش؟ بارشل على بارشل واي بارشل تربيع اف على بارشل اكس تربيع. يعني هذه كانها بارشل على بارشل واي للاف اكس اكس، يبقى الاف اكس اكس واي. طيب لو عندك نمرة 4 بارشل اس 4 اف على بارشل اكس تربيع بارشل واي تربيع، هتكون اف واي واي اكس اكس. يعني هذه بارشل تربيع على بارشل اكس تربيع لبارشل تربيع اف على بارشل واي تربيع. يعني هذه بارشل تربيع على بارشل اكس تربيع لمين؟ للاف واي واي. يعني هذه اف واي واي اكس اكس، وهكذا. بدك تعرفي اول رقم او اول متغير قريب على الاف، اول اشتقاق بالنسبه له، وبعدين بروح للي بعده واللي بعده وهكذا. تمام؟ طيب نبدا ناخذ بعض الامثله التوضيحيه. طيب قبل التمثيل التوضيحي، لو قلت لك لو كانت ثلاث متغيرات على سبيل المثال، يبقى انا في بارشل تكعيب اف بارشل اكس بارشل واي بارشل زد، يبقى بارشل على بارشل اكس لبارشل تربيع اف على بارشل واي بارشل زد، يبقى هذه تساوي بارشل على بارشل اكس لمين؟ لبارشل على بارشل واي لبارشل اف على بارشل زد. يعني يا بنات هذه تساوي مين؟ اف زد في الاول، وبعد هيك فاضل بالنسبه لواي، وبعد هيك نفضل بالنسبه لمين؟ لاكس، وهكذا. يبقى اكزامبلز. السؤال الاول يقول لي لت اف اكس واي وزد بدها تساوي اكس اس 5 زائد اكس اس 4 واي اس 4 زد تكعيب زائد واي
زد تربيع. فاين اوش دولنا اف اكس واي، هذا نمرة اي. نمرة بي بدنا اف واي اكس. نمرة سي اف اكس واي واي. نمرة دي اف زد اكس واي. بيعطيني اف داله في اكس وواي وزد، يبقى داله في ثلاثه متغيرات وطلب اف اكس واي، واي اكس، اكس واي واي، زد اكس واي. يبقى بنحسب له الشغلات هذه كلها. يبقى اف اكس واي المشتقه بالنسبه لاكس، يبقى اف اكس بدها تساوي، باجي للداله يبقى قديش؟ 5 اكس اس 4 زائد 4 اكس تكعيب واي اس 4 زد تكعيب، والواي زد تكعيب زيرو، مع السلامه. يبقى هذه زائد زيرو. طب بدنا نجيب اف اكس واي، يبقى بدنا نفضلها بالنسبه لمين؟ للواي. يبقى هذا زيرو مع السلامه. يبقى هذا زيرو وهذا 4 اكس تكعيب ملاش دعوه، وهذه 4 واي تكعيب، وهنا في زد تكعيب والباقي بزيرو. يبقى النتيجة صارت قديش؟ 16 اكس تكعيب واي تكعيب زد تكعيب. نمرة بي، نمرة بي قال لي اف واي اكس، يبقى تشتق في الأول بالنسبة لمين؟ للاف واي. يبقى بزاجي للاف واي يساوي بزاجي الفانكشن اللي عندنا، يبقى الاكس اس 5 بقديش؟ بزيرو. يبقى هذه 4 اكس اس 4 زي ما هي، واي تكعيب في زد تكعيب، هاي المشتقه بالنسبه لواي، زائد زد تربيع. اذا اروح اشتقها بالنسبه لمين؟ لاكس. يبقى هذا بده يعطيك انه اف واي اكس يساوي، اشتق بالنسبه لاكس، يبقى ايش بصير عندك؟ 16 اكس تكعيب ها واي تكعيب زد تكعيب زائد زيرو. اطلع لي الاجابتين الاثنين هذول يا بنات زي بعض بقدر الله، تمام؟ هذا يتفق مع النظريه اللي اعطيتكم بعد قليل. الداله هذه كثيره حدود، اذا هي داله متصله. مشتقتها بالنسبه لاكس كثيره حدود داله متصله، مشتقتها بالنسبه لواي داله متصله، الاكس واي كثيره حدود متصله، وهذه متصله. من هنا جاء مين؟ جاء هذا التساوي اللي احنا تساءلنا عليه قبل قليل. يبقى هذا بي بدالي لنمره السي. نمرة سي قال لي بدي اف اكس واي واي، يعني اف اكس واي واي، اف اكس واي جاهزة عندي. وين اف اكس واي هي؟ 16. بدي اشتقها كمان مرة بالنسبة لمين؟ بالنسبة لواي، يعني هذه كأنها بارشل على بارشل واي ل 16 اكس تكعيب واي تكعيب زد تكعيب. نشتق بالنسبة إلى واي، يبقى هذه 3 في 16 48 اكس تكعيب زي ما هي، هذه واي تربيع وهذه زد تكعيب.
نمرة دي نمرة دي بدو اف زد اكس واي. يبقى اول خطوة نجيب زد. اتفضل بالنسبة للزد يبقى باجي بقول له اف زد تساوي برجع للمسألة بتبعك. هذه خالية من زد بزيرو، هذا بصير ثلاثة اكس اس اربعة واي اس اربعة زد تربيع تمام زائد اثنين واي زد زائد اثنين واي زد. هذه مشتقة بالنسبة لمين؟ إلى زد. بعد هيك قال لي بتشتق بالنسبة إلى إكس. يبقى باجي بقول له إف زد إكس تشتق بالنسبة لإكس. يبقى 12 إكس تكعيب واي أس 4 زد تربيع وهذا بالنسبة لإكس. مع السلامة بزيرو. الله سهل عليه. اللي بعدها بدي إف زد اكس واي. تروح اشتق النتيجه اللي حصلت عليها بالنسبه لمين؟ لواي. 4 في 12 ب 48 اكس تكعيب واي تكعيب زد تربيع. يبقى عرفنا كيف بتتم عمليه الاشتقاق. طيب هذا المثال الاول، المثال الثاني. We'll show that the function shows that the function f of x or y or z وساب e was 3x زائد 4y cosine 5z satisfies the Laplace equation معادلة لابلاس اللي partial تربيع f by partial x تربيع partial تربيع ال f by partial y تربيع partial تربيع ال f by partial تربيع ال z بده يساوي مين؟ بده يساوي زيرو. سؤال مرة ثانية، نعطيني فانكشن في ثلاثة متغيرات اكسبوننشال اس 3x زائد 4y في كوساين 5z، وقال لي اثبت لي ان هذه المعادلة تحقق معادلة لابلاس. يروك بنات معادلة لابلاس ها في متغيرين بيكون هذا مش موجود. يبقى المشتقة الثانية بالنسبة لاكس، المشتقة الثانية بالنسبة لواي بتساوي زيرو. إذا ثلاث متغيرات بصير بنضيف المشتقة ثاني متغيرة أربع متغيرات خمس متغيرات إن من المتغيرات كله بنفس الطريقة تمام. يبقى إيش مطلوب منا؟ نشتق F مرتين بالنسبة لX ومرتين بالنسبة لY ومرتين بالنسبة لZ ونجمع بدنا الناتج يكون قديش؟ زيرو. إن حدث ذلك بقول فعلا هذه الدالة تحقق معادلة لابلاس إكويشن إلا أن. يبقى بناء عليه بدي أروح أجيب اللي هو partial f by partial x يساوي هذه فيهاش x يبقى الـ x بس هنا الـ 4y كله مقدار ثابت يبقى الـ exponential نفسها بس مضروبة في قدير في 3 يبقى هاي 3 e أس 3x زائد 4y وصاي 5z بدل f x x يعني مشتقة الثانية كمان مرة بصير 9 اي اس 3 اكس زائد 4 واي وصاين 5 زائد بالمثل بدي اروح اجيب له مين؟ اف واي.
إذا اشتقها مرتين بالنسبة لواي، يبقى الثلاثة إكس يعتبر مقدارا ثابتا، مشتقة اليوس أربعة واي نفسها مضروبة في قديش؟ في أربعة، يبقى أربعة إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي في كوساين خمسة زد. هذا بده يعطيك إنه الإف واي واي كمان مرة أربعة في أربعة بستاشر إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي كوساين خمسة زد. بعدين إذا روح أجيب الإف زد مشتقة بالنسبة لزد، الإكسبوننشال ثابت وتفاضل كوساين بسالب ساين، يبقى هاي سالب واللي تفاضل الزاوية بخمسة يبقى خمسة إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي في ساين خمسة زد. ثبتنا الإكسبوننشال، تفاضل كوساين بسالب ساين الزاوية ضرب تفاضل الزاوية اللي هو بقديش؟ بخمسة. بدنا الإف زد زد مشتقة ثانية من اسم لزد، هذا كله مقدار ثابت وتفاضل الساين بكوساين ضرب خمسة، يبقى قديش بصير؟ سالب خمسة وعشرين في إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي إي كوساين خمسة زد. نجمع الآن يا بنات اللي هو بارشل تربيع الإف على بارشل إكس تربيع، بارشل تربيع الإف بارشل واي تربيع، بارشل تربيع الإف على بارشل زد تربيع يساوي الأولين يلف إكس إكس اللي هي بتسعة إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي في كوساين خمسة زد زائد ستاشر إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي في كوساين خمسة زد ناقص خمسة وعشرين إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي في كوساين خمسة زد. قديش الناتج؟ خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين إكس في الكوساين بزيرو، يبقى هنا الإف إكس وواي وزد يساوي إي أس ثلاثة إكس زائد أربعة واي كوساين خمسة زد ساتيسفاي ذا جيفن لابلاس إيكويشن. نيجي للنظرية اللي وعدناكم بها قبل قليل اللي هو قديش الواي إكس بده يساوي إكس واي تيرم إف إف إكس وواي والإف إكس والإف واي، إف إكس والإف واي والإف إكس واي آن الإف واي إكس آر ديفاين، آر ديفاين كانت معرفة في ثرو أوت خلال أن أوبن ريجون، ثرو أوت أن أوبن ريجون كونتينينج أ بوينت، كونتينينج أ بوينت containing a point A or B and are continuous and are زيادة على ذلك كانوا كذلك دوال متصلة continuous عند النقطة A و B at A و B then F X Y عند النقطة A و B يساوي F Y X عند النقطة A و B. كمان نظرية غيرها F
a function f a function f of x or y is differentiable قابلة للاشتقاق at x not y not then f is continuous at x not y. نرجع للنظرية الأولى، السؤال طرحناه قبل شوية وجاوبنا عليه، والآن بنحطه في صيغة النظرية التالية. بيقول لو كانت الدالة f of x و y مشتقة بالنسبة لx، مشتقة بالنسبة ل y، مشتقة بالنسبة لx y، مشتقة بالنسبة ل y x، كلهم كانوا دوال معرفة على open region، وهذه open region تحت يعني تحتوي على النقطة a و b، وكانوا كذلك كل المشتقات هذه دوال متصلة عند نفس النقطة. إن حدث ذلك يبقى المشتقين هذول ما لهم بدهم يتساوي. النظرية هذه خدناها في كالكولوس لو الدالة قابلة للاشتقاق، إذا هي دالة متصلة، هيها نفس القصة بالضبط طبعا، لكن هل العكس صحيح؟ يعني لو كانت الدالة دالة متصلة عند نقطة ضروري تكون قابلة للاشتقاق؟ لا، زي دالة الكورنر f of x يساوي absolute value لx أو absolute value لx ناقص واحد، يبقى هذه بكون في عندي كورنر، وبالتالي دالة متصلة صحيح لكنها دالة غير قابلة للاشتقاق. طبعا الدالة غير قابلة للاشتقاق إذا عندي كورنر أو كاسب أو vertical tangent أو الدالة نفسها ما تكونش معرفة عندنا، مظبوط؟ يبقى هاي الأربع مواقع اللي تدل فيها تبقى غير قابلة للاشتقاق. نعطي مثال على ذلك. بيقول let f of x و y يساوي x في sin ال y زائد y في sin ال x زائد x y. Show that. بين لي انه ال f x y بده يساوي ال f y x لكل ال x y بلا استثناء، مش عند نقطة واحدة وبس، وإنما لجميع النقاط على البلين أو النقاط المعرف عليها الدالة في هذول الكميتين متساويتين. يبقى الحل solution بدي اروح اجيب له مين يا بنات؟ اف اكس اولا. يبقى اف اكس بمين؟ ساين الواي زائد واي كوساين الاكس زائد واي. بدي اجيب له مين؟ اف اكس واي. اف اكس واي بدي اشتق هذه بالنسبه لمين؟ الى واي. ايش بصير عندي هنا؟ كوساين الواي زائد كوساين الاكس زائد واحد. بدنا نروح نجيب مين؟ الاف واي يساوي نشتق واي بالنسبه الاول، يبقى اكس لكوساين الواي زائد ساين الاكس زائد الاكس. بعد هيك بدنا نروح نشتق بالنسبة إلى x، f y x بده يساوي بالنسبة ل x كوساين ال y، بالنسبة ل x كوساين ال x، بالنسبة ل x اللي هو واحد، طلعي لي لواحد واثنين، from واحد and اثنين، we have إنه الـ f x y
يساوي الاف واي اكس لكل الاكس واي بلا استثناء. طب ما هو السبب يا بنات؟ طلعي لي الدالة هذه، دالة متصلة ولا لا؟ في نقطة واحدة بتقدر فيكم تجيبوا لي نقطة الدالة عندها غير متصلة؟ لا، هذه بولونوميال، هذه ساين، هذه كوساين، بولونوميال في ساين، بولونوميال في كوساين، يبقى هذه متصلة على طول الخط. المشتقة الأولى اف اكس نفس القصة متصلة، اف اكس واي متصلة، اف واي متصلة، اف واي اكس متصلة، وكذلك كلهم معرفات. إذا انطبقت كل شروط النظرية، ما دام انطبقت إذا غصبا عن اللي ما يرضى بده يطلع المقدارين هذول مالهم متساويين. لحد هنا انتهى هذا السكشن، وإليكن أرقام المسائل الاكسرسايزز 14-3. المسائل التالية من 1-38 الأود، وسؤال 65 و66. لا لا عفوا لسه قبله من 1-38 الأود ومن 41 لغاية 54 كذلك الأود، وكذلك من اللي هو 65 أو كذلك 65 و66 وكذلك من 73 لغاية 80 الأود كذلك. ننتقل أنا بنات إلى السكشن الذي يليه، وهو ذات شير رول اللي هي قاعدة السلسلة. بدنا نروح ناخذ قاعدة السلسلة في الفانكشنز اوف سيفيرال فاريبل، زي ما درسناها في ون فاريبل في كالكولاس A، في كالكولاس C بناخذها في فانكشنز اوف سيفيرال فاريبل، وسنتدرج فيها من متغيرين إلى 3 متغيرات إلى 4 إلى نحو ذلك. يبقى بدي أبدأ بنظرية ثيورم. قول F W تساوي F of X و Y، F of X و Y has continuous partial derivatives، has continuous partial derivatives fx and fy and f الx كانت هي x of t والy هي function of t كذلك، وكل هذول مالهم are differentiable functions، are differentiable functions of متغير رابع اسمه t of t، then w تساوي f of x of t y of t as a differentiable function دالة قابلة للاشتقاق of t and dw by dt تساوي partial w by partial x في dx على dt زائد partial w by partial y في dy by dt. النظرية الثانية، وسأرجع للنظريتين. بقول لي F W function في X و Y و Z is
is differentiable and x, y and z are differentiable functions of t, then w is a differentiable function of t, and dw by dt سوي partial w by partial x dx على dt زائد partial w by partial y dy على dt زائد partial w by partial z dz على dt. طيب نرجع للنظريتين اللي كتبناهم هذول مرة ثانية. النظرية الأولى بتقول لي لو W function في متغيرين X و Y، واخذنا المشتقة الأولى والمشتقة الأولى بالنسبة لـ X والمشتقة الأولى بالنسبة إلى Y، وكانوا دوال متصلة، وكانت كل من X و Y كل واحدة فيهم دالة في متغير آخر، يبقى W دالة في مين؟ كل واحد من المتغيرين دل في متغير آخر، يبقى في هذه الحالة بقول بصير أن W function في X as a function of T, Y function of T، يعني كانوا W function في مين؟ في T فقط، تمام؟ يبقى هذه لما تبقى دالة قبل اشتقاق بقدر أقول إنه dW by dT شو بدها تساوي؟ بقول partial W by partial X. ليش قلت partial ولم أقل تفاضل كلي؟ لأنه W دالة في متغيرين، تمام؟ لكن عندي DX على DT قلت تفاضل كلي. ليش؟ إنه X بس function في متغير واحد، يبقى في حالة المتغيرين أو ثلاثة بقول partial، في حالة متغير واحد بقول تفاضل عادي DX by DT زائد طب partial W by partial Y في dy على dt. بدي أعمم هذا الشيء أكثر، بدل المتغير لو خليتهم ثلاث متغيرات وكل واحد من المتغيرات الثلاثة دالة في متغير جديد اللي هو المتغير T، ما شكل الدريفاتيف في هذه الحالة أو ما شكل التشين رول؟ بقول dw by dt بتساوي partial W by partial X في dx على dt زائد partial W by partial Y في dy على dt زائد partial W by partial Z في dz على dt. الآن بنبدأ نوضح هذا الكلام من خلال الأمثلة. يبقى نيجي لبعض الأمثلة examples. أول مثال بيقول لي نمرة A express عبر لي عن dw by dt as a function of t by two methods
ميثود بطريقتين. الطريقة الأولى نمراي by using chain rule. الثانية by expressing W as a function of T directly. نمرة B W احسب dW by dt at the given value of t. السؤال الأول بيقول لي W تساوي x تربيع زائد y تربيع، والاكس تساوي كوساين تي زائد ساين تي، والواي تساوي كوساين تي ناقص ساين تي، وتي تساوي زيرو. قبل أن نبدأ المثال حابب أحط هذا اللي أخذناه على أرض الواقع عمليا من خلال الرسم، بمعنى أنه ممكن تنسي ممكن تأسي ممكن إلى آخره، لكن الرسم دائما هم يخليك معلوماتك الدقيقة 100%. فبالتالي للدريفاتيف الأول بدي أكتبه على شكل رسم، بعدين بنروح نحل سؤالنا. إذا قبل أن نبدأ عملية الحل هذا بدي احاول ارسم كل من النقطه. النقطه الاولى الان نحن عند W في فانكشن في مين؟ في متغيرين. اذا باجي بقول هاي النقطه اللي عندنا هذه، بقول W تساوي فانكشن في x و y. اذا هنا بدي احط خط وهنا خط، بدي احط هنا x وهنا y. بعد هيك كل من x و y دل في مين؟ في متغير واحد اللي هو مين؟ تي. يبقى هذا تي. بعد هيك بالداجي الآن بالنسبة لإكس دبليو فيها متغيرين، إذا الاشتقاق هذا بده يكون اشتقاق جزئي، بارشال دبليو باي بارشال إكس. بنفس الطريقة هذا اشتقاق جزئي، بارشال دبليو باي بارشال واي. لكن من إكس إلى تي دل متغير واحد، يبقى في دي اكس على دي تي، وهذا دي واي على دي تي. طلع ايش اللي سويناه، اضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا، ايش بعطيك؟ دي دبليو على دي تي. اللي عندنا هذا بالضبط صحيح ولا لا؟ هاي بارشال دبليو بارشال اكس في دي اكس على دي تي هي، زائد بارشال دبليو بارشال واي دي واي على دي تي هي. تمام. طيب هذا لمين؟ بالنسبة للحالة الأولى. طب الحالة الثانية لو كان ثلاث متغيرات بدي أعملها بنفس الطريقة، يبقى بدي أقول W تساوي function في X و Y و Z. إذا بدي يكون عندي ثلاث متغيرات، هذا الـ X وهذا الـ Y وهذا الـ Z، كل واحد فيهم دالة في نفس المتغير اللي هو مين؟ T. تمام. اذا هذه داله في ثلاث متغيرات اكس واي زد، يبقى هذا اشتقاقا جزئيا، وهذا بارشل دبليو باي بارشل واي، وهذا بارشل دبليو باي بارشل زد.
الباقي اشتقاق كلي، يبقى دي اكس على دي تي دي واي على دي تي دي زد على دي تي. نضرب هذول في بعض، هذول في بعض، هذول في بعض ونجمع، بقينا مين؟ القاعدة الثانية عندنا. تمام؟ يعني لو أنا ناسي مش عارف كيف أحفظهم أو حفظته نسيت، من خلال الدياجرام اللي قدامنا هذا أو الشكل الهندسي اللي قدامنا بقدر بقدر أجيب المشتقة حتى لو كنت نسيها. طيب نيجي حط المعلومة هذه على شكل عند النظريات، وبدنا نيجي إلى السوليوشن تبع السؤال تبعه. معطيني W function في X و Y وال X function في T وال Y function في T، وقال لي أحسب الكلام هذا عند T تساوي 0. إيش بدي أحسب؟ قال لي عبر عن dW by dT بدلالة T بطريقتين. الطريقة الأولى باستخدمت شير رول، يعني زي زي ما احنا كاتبين. إذا باجي بقول له dW by dt هي partial w by partial x في dx by dt زائد partial w by partial y في dy by dt. نعوض طبعا هذا اليمين اللي هي النقطة الأولى. إذا بنصير dw by dt يساوي تفاضل ال W بالنسبة لل X قديش يا بنات؟ 2X وال Y ثابتة، يبقى هي 2X. فتفاضل ال X بالنسبة إلى T قديش؟ سالب ساين T زائد كوساين T. خلصنا من الشطر الأول DX على DT. اللي بعديها زائد تفاضل ال W بالنسبة ل Y ب 2Y، تفاضل ال Y بالنسبة إلى T يبقى سالب ساين T سالب كوساين T. إيش قال لي؟ قال لي بدي هذا الكلام كدالة في T، يبقى بديش X و Y أشوف خلقتهم في المسألة بالمرة، بدي المسألة كلها أحولها بدلالة مين؟ T. طب فيش مشكلة، ما الشغلة عندك. يبقى هذا يساوي 2، الاكس جاهزة هي فوق اليمين اللي هي كوساين تي زائد ساين تي، وهذا جاهز وكوساين تي ناقص ساين تي زائد 2، وهي هي فوق كوساين تي زائد ساين الواي ناقص ساين تي ناقص ساين تي في مشتقة. شو رايك؟ سالب مع سالب نطلعها برا، بتصير اللي برا هذه ايه؟ سالب، وبصير عندنا مين؟ بصير عندنا كوساين تي زائد ساين تي. إذا حابة تفك بتفك بالظهريهم، لكن بمجرد النظر هذا هو هذا، صح ولا لا؟ يبقى هذه المشتقة تساوي بدك تفكهم، معناش معنى هذا فرق بين المربعين، مربع الأولى ناقص مربع الثانية، وهذا فرق بين المربعين، مربع الأولى ناقص مربع الثانية، والجمع بطلع عندك زيرو. لكن مو مجرد النظر، مدام هذا اللي مقدار بإشارة موجبة ونفس المقدار بإشارة سالبة، إذا الناتج يساوي قديش؟ زيرو. هاي حليت له حسب تشين رول، قال لي لا، من البداية بدك تعبر لي عن ال W كفانكشن في T وتثبت إنه الدريفاتيف هذا بده يساوي قديش؟ بده يساوي زيرو. قلت له بسيطة، يبقى بجيل النقطة الثانية الدبل يساوي، قال لي قديش؟ اكس تربيع والاكس معطى، يبقى باجي بقول له كوساين تي زائد ساين تي كل تربيع زائد واي تربيع لو كوساين تي
ناقص ساين تي الكل ثلاثة. نربع بنات يبقى كوساين تربيع تي اثنين ساين تي كوساين تي زائد ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي ناقص اثنين ساين تي كوساين تي زائد ساين تربيع تي. الآن هذه بالموجب وهذه بالسالب، الله سهل عليهم. عندك كوساين تربيع وكوساين وكوساين تربيع باثنين كوساين تربيع، يبقى هذا اللي هو قديش دبليو يساوي اثنين كوساين تربيع تي زائد ساين تربيع وكمان ساين تربيع اثنين ساين تربيع تي. لو اخذنا اثنين عامل مشترك بظل كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي قد ايه؟ واحد. اشتقي، يبقى هذا بده يعطيك دي دبليو على دي تي بده يساوي زيرو، لانه هذا يعتبر مقدارا ثابتا. اذا القيمه اللي حصلنا عليها بواسطه الشيء نقول هي نفس القيمه اللي حصلنا عليها لو كتبنا الداله بدلاله تي ورحنا اشتقيناها. بعد هيك هذا اللي هو المطلوب الاول، نمره بي قال لي احسب المشتقه وين؟ عندي الزيرو. وين المشتقه؟ مشتقه بزيرو، عند تي تساوي زيرو، اذا بزيرو. يبقى نمره بي بدي دي دبليو على دي تي لما تي تساوي زيرو يبقى بزيرو زي ما هي، لم يتغير شيء عندي. خذ المثال رقم اثنين، نفس المعلومات اللي بدنا اياها يا بنات، اللي هو الدبليو يساوي زد ناقص ساين اكس واي، والاكس تساوي تي، والواي تساوي لين تي، والزد يساوي اي اس تي ناقص واحد، والتي تساوي واحد. نفس المطالب الثلاثة بدنا إياهم برضو لبين للسؤال رقم اثنين. كويس، باجي بطلع بلاقي ال دبليو فانكشن في ثلاثة متغيرات، الاكس والواي وكذلك مين؟ الزد. يبقى هذا مثل السؤال اللي قبله في متغيرين، هذا في ثلاثة، يبقى أنا بدي أجيب له دي دبليو باي دي تي اللي هي الطريقة الأولى، طريقة تشين رول. بقول له هذا بارشال دبليو باي بارشال اكس في دي اكس على دي تي زائد بارشال دبليو باي بارشال واي في دي واي على دي تي زائد بارشال دبليو باي بارشال زد في دي زد على دي تي. طيب يبقى دي دبليو باي دي تي بده يساوي اذا فضل الداله بالنسبه لاكس يبقى زد مع السلامه بزيرو، وتفاضل هذا بالنسبة لإكس بيعطيني واي، يبقى ناقص واي صائب وصاين إكس واي. في واحد. تمام؟ لا في إكس هي، في واي قصدي. تمام؟ مرة ثانية.
تفاضل زد بزيرو بالنسبة لإكس، تفاضل الساين بكوساين بتفاضل الزاوية بالنسبة لإكس اللي بقدر واي وهي السالب زيما. في دي إكس على دي تي تفاضل هذا اللي هي بقدرش واحد صحيح. اللي بعد زائد تفاضل الدبليو بالنسبة لواي برضو هذا بزيرو يبقى يصير عندي ناقص إكس في كوساين في كوساين إكس واي تمام. في تفاضل الواي بالنسبة لتي واحد على تي. اللي بعده زائد تفاضل الدبليو بالنسبة لزد هذا كله بزيرو وظل تفاضل هذا بقديش بواحد. مشتقة الزد بالنسبة لتي مشتقة الإكسبوننشل بالإكسبوننشل كما هي في مشتقة الأسهل بقديش واحد صحيح. يبقى النتيجة تساوي قال لي بدي هذه as a function of t يعني بديش اشوف لا x ولا y في المثل. يبقى بدي اشيل ال x واحط قيمتها واشيل ال y واحط قيمتها يبقى هذا ناقص y بقديش يا بنات لان t كوساين مين اللي هو t في لن t x y ناقص x يبقى ناقص t كوساي تي في لن تي في واحد على تي زائد هذا فيش فيها مشكلة تي أس تي ناقص واحد. طيب نختصر يبقى ناقص لن تي في كوساي تي تي لن تي تي لن تي اللي بعدها تي مع تي بتروح ناقص كوساين تي لن تي زائد تي اس تي ناقص واحد. طيب يا بنات بقدر اقول هذا ايش؟ هاي عندك وتساوي ناقص كوساين تي لن تي كل هذا يطلع واحد زائد لن تي زائد تي اس تي ناقص واحد. من هذه المشتقة تمام. يبقى هذا المطلوب الأول لو دي دبليو باي دي. المطلوب الثاني قال لي لا من الأول بدك تخلي الدالة بدلالة تي وبعد هيك تروح تشتقها. فباجي بقول له النقطة الثانية الدبليو يساوي بدي أشيل الزد وأحط بدلها مين؟ تي اس تي ناقص واحد ناقص ساين اكس واي تي لن تي. يبقى بطلت تصير الداله هذه مالها فانكشن في اكس وواي وانما صارت داله في مين؟ في متغير واحد اللي هو تي. يبقى بشتق مباشره. اذا لو جت اشتق هذا يا بنات ايش بصير؟ دي دبليو باي دي تي بده يساوي الاكسبوننشل زي ما هي ضرب مشتقة الاس اللي هو واحد طيب ناقص تفاضل الساين بكوساين تي لن تي ضرب مشتقة الزاوية تي في واحد على تي زائد لن التي. نختصر يبقى هذه اي اس تي ناقص واحد ناقص كوساين تي لن تي في واحد زائد لن تي. هل اختلفوا الاجابتين عن بعض يا بنات؟ طلع الاجابه المبروزه والاجابه اللي قدامي هذه التنتين نفس الشيء. اذا على كلا الامرين كله بيعطينا نفس النتيجه. طيب نمره بي قال لي بدي تحسب لي دي دبليو على دي تي عند تي تساوي قديش؟ واحد. يبقى باجي بقول له دي دبليو على دي تي عند تي تساوي واحد. يبقى هذا بصير اي اس قديش يا بنات؟ ناقص كوساين واحد لن الواحد
مضبوط هيك؟ لن الواحد. وعندك هنا في واحد زائد لن الواحد. هذا بقديش؟ واحد. لن الواحد زير. وهذا بقديش؟ في واحد. لأنه هذا بزير. النتيجة يساوي واحد ناقص قديش؟ واحد زير. يبقى الجواب كمان يساوي زير. إذا عند تي تساوي واحد، قيمة هذه المشتقة تساوي صفر. لحد هنا ستوب، وبنكمل إن شاء الله المرة القادمة. لسه بدنا ننتقل الآن بدل الإكس والواي، بدل ما يبقى متغير واحد بدنا نخليها في مين؟ في متغير. يعني دبليو دالة في إكس وواي وزد، وكل من إكس وواي وزد دالة في متغيرين، وبعدك ناخذ سبيشال كيسز كمان منه. يعني لسه لنا شغل في هذا السكشن، سنكمله إن شاء الله في المرة القادمة.